أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وزيادة الصادرات في الفترة القادمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمدبولي عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية ببني سويف. الحقيقة كل شغل الحكومة الشاغل النهاردة إزاي هذا القطاع، قطاع الصناعة، ينمو بطريقة مطردة في خلال الفترة الجاية. إزاي فعلا تحصل طفرات هائلة في قطاع الصناعة عشان نغطي السوق المحلي وعشان نزود قيمة صادراتنا في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وحضراتكم بخلاف الزيارات الميدانية مفيش أسبوع بيعدي غير لما بكون عامل اجتماعات مع الغرف ومع مجالس التصدير علشان نناقش المستهدفات وإزاي إن احنا نصل إلى 20-30 فعلا إلى قيمة صادرات إن شاء الله إجمالية للدولة المصرية تتجاوز 145 مليار دولار. النهاردة يمكن بنتكلم أيضا في منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز اللي هتتعمل وإنها هنطورها لقطاع الصناعة.